جلسة ملف شباب الجيم اللي باش يكون نهار ان شاء الله نهار 19 نوفمبر، ان شاء الله باش تكون هي جلسة المرافعة باعتباره انه الجلسة الفارطة قبل الجلسة هذه يعني كان هناك قدح قانوني في احد اعضاء الهيئة، فتم تأجيل الملف ولجلسة 19 للترافع فيه، خاصة انه الملف من وجهة نظر المحكمة استكمل جميع اجراءاته بإضافة بطاقة سوابق المناوبين. بالنسبة لنا كدفاع نعتبر أن الملف مازال فيه نقائص ونقائص كبيرة كنا طالبنا بها في جلسة سابقة، أساسا تتمثل في إجراء مكافحة بين الشاهد خاصة عمدة المكان اللي يقول عون الأمن هذا اللي قدم شكاية في شباب الجيم أنه راه هو اللي مدوا بالأسماء وهو اللي كان حاضر الواقعة، ولكن هذا الشاهد اللي هو عمدة الجيم نفى هذا تماما سواء لدى بحث البداية أو في كتب بعد الإشهاد كنا قدمناه للمحكمة. أيضا هناك خلل وطلبنا من المحكمة تثبت في مصالح وزارة الداخلية في هوية المدعو نزار هذا اللي متوفى، هذا متوفى منذ سنة 79، وقدمنا للمحكمة أنه الشخص هذا راه متوفي والملف يعني مازال فيه نقائص، لكن المحكمة ما استجابتش لهذا الطلب هذا، بالإضافة لأنه طلبنا أيضا أن يقع مراجعة المكالمات الهاتفية لأنه الشاكي هذا عون الأمن أو رئيس المركز يقول في الوقايع وأنه راه بالنسبة لي كان في زمن الواقعة في منطقة الأمن عندما تلقى مكالمة هاتفية من عمدة المكان تعلم بواقعة الحرق في الليلة الفاصلة بين 14 و15، وهذا ماهوش ثابت في ملف الحال. طلبنا أن يقع على الأقل مراجعة أو مد بكشف مكالمات هاتفية حتى نثبتوا من العملية هذه، وخاصة وأنه يتراجع في أقوال أخرى لا يقول راه تم إعلامي بالواقعة من قبل قاعة العمليات بمنطقة الأمن اللي كان موجود فيها هو يعني زمن الواقع. إذا الرواية كلها متضاربة، حتى الشهود اللي كانت موجودة في المكان تؤكد أنه هناك أمر كان يدبر يوم 12 و13 خاصة بعد اتصال، وهذا شاهد موجود في الملف يقول تم الاتصال به من أعوان الأمن ومطالبتهم بإفراغ محتويات كامل المركز. إذا بقى السؤال هذا المطروح ونستنوا في إجابة منه، علاش تم يعني في التاريخ هذا في تاريخ 12 و13 المطالبة بإفراغ مركز الأمن؟ نحب نعرف شكون اللي اتصل بالناس هذه وعلمها بضرورة إفراغ محتوى مركز الأمن، هل أنه هذا الشاكي من يكون قد دبر لهذا الأمر؟ يعني أسئلة غامضة في الملف بالإضافة لطلبات أخرى، ولكن المحكمة لم تستجب لحتى طلب. إن شاء الله احنا باش نكونوا جاهزين باش نترافعوا على الشباب اللي نعتبروا بالنسبة لنا أنه يا خيبة المسعى لثورة، إذا نقولوا ثورة ناجحة لا يحاكم شبابها بل يحاكم من كان متسببا في سقوط القتلى والجرحى، ولكن خيبة المسعى اليوم بالنسبة لنا يحاكم شباب الثورة.